في البداية أريد أن أؤكد على أن الموقف الذي أعلنت عنه الحكومة الإسبانية من خلال دعمها لأطروحة دولة الاحتلال المغربية هو موقف يتناقض نصا وروحا مع المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية التي لدى إسبانيا فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا. نحن نعلم جميعا أيضا وبالدليل القاطع على أن مثل هذا الموقف جاء نتيجة لسياسة الابتزاز والضغط التي طالما مارسها نظام المخزن المغربي في علاقته مع جيرانه. وفي هذه الحالة بالتحديد نعلم أن دولة الاحتلال المغربية تستخدم ملفات الهجرة السرية والإرهاب وغيره من القضايا من أجل ابتزاز الطبقة السياسية والاقتصادية في إسبانيا وأماكن أخرى من هذا العالم. هذا الموقف المؤسف لن يؤدي إلى تشجيع دولة الاحتلال المغربية على التمادي في محاولاتها لفرض الأمر الواقع بالقوة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، وكذلك مواصلتها لتعنتها وعدم امتلاكها لأي إرادة سياسية للانخراط الجدي والمسؤول في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، والتي تهدف كما نعلم جميعا إلى إنهاء تصفية الاستعمار من الإقليم على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال، كما أنها أيضا تساهم في استمرار دولة الاحتلال المغربية في تعنتها وتمردها على قرارات الاتحاد الإفريقي ونص وروح القانون التأسيسي لمنظمتنا القارية التي كما نعلم رافقت القضية الصحراوية منذ البداية من خلال منظمة الوحدة الإفريقية وبعد ذلك الاتحاد الإفريقي. إذا كل هذه المواقف المؤسفة إنما ستساهم في تشجيع دولة الاحتلال المغربية على المضي في نهجها التوسعي بما يعرض أمن واستقرار المنطقة كلها لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.